طيب السلام عليكم. بالنسبة لسؤال الواجب هنا يقول لك an organization is granted a block of addresses with the beginning of address. أعطاك الأدرس قال لك an organization needs to have four sub-blocks تمام of addresses to use its four subnet. ممتاز. قال لك الأول 75 الثاني 35 20 18. أول شيء تسويه طبعا هنا في السؤال هذا جتك السب-blocks كلها مرتبة. إذا ما جتك مرتبة فأنت رتبها من الأكبر إلى الأصغر. ممتاز. هذا أول شيء. بس في السؤال هذا جتك مرتبة فخلاص تبدأ تحل على طول. تروح عند السب-block الأول اللي هو 75. هل 75 لو قلت 2 أس عدد معين هل راح يعطيك 75؟ لا. فأول شيء 75 ما هي باور أوف 2. طيب مين أقرب؟ طبعا أنت تكبر ما تصغر. يعني ما تروح تقول لي خلاص أنا بخليها 64. ما ينفع. أنت تزيد العدد ما تنقصه. فالخمس سبعين هذه نوت باور اوف تو. فعشان كذا راح نقول 2 والسبعة اللي راح يعطيك 128. ممتاز. ممتاز. هذه الخطوة الأولى. بعدين لما طبعا تيجي تبغى تعبي الجدول number of host needed 75. ممتاز. هنا أول شيء. وال 128 اللي هنا تيجي تحط هنا اللي هي number of allocated addresses اللي 128. ممتاز. ممتاز. طيب تقول له أول شيء log 2 128 هنا عشان تجيب السبنت للسبلوك هذا راح يعطيك كم؟ راح يعطيك 7. ممتاز. طيب 32 32 هذه ثابتة تمام اللي هي طول الاي بي فيرجن 4. 32 ناقص 7 كم راح تعطيك؟ راح تعطيك 25. 25 هذه هي السبنت. ممتاز. هي السبنت ماسك للادرس هذا. في الفيرست ادرس عندنا راح يكون 2 1 2 1 1 0 والسبنت حقه اللي هو 25. ممتاز. طيب انت بتجمع كم؟ انت خلاص بتعتمد الرقم هذا اللي هو حق الالوكيتد اللي جبته من البدايه اللي هو 128. فراح تجمع 128 وتنقص 1. هذا الفيرست ادرس هذا اللاست ادرس اللي هو 127. ممتاز. هنا اكيد بتحط 25. طيب كيف تعبي الجدول؟ بالاسلوب هذا. هنا تحط الفيرست ادرس راح تحط الفيرست ادرس مع السبنت ماسك. ممتاز. لو اثنين انا كاتب الحل الردي اللي هو هذا تمام. طيب الفيرست ادرس راح تحط بدون السبنت ماسك واللاست ادرس بالاسلوب هذا. ممتاز. بالنسبه للي بعده اللي هو ال 35 بنفس الاسلوب اللي اشتغلنا فيه لل 75 تمام. راح يكون طبعا ال 35 ما هو باور اوف 2 ما راح تقرب ال 32 راح تقرب ال 64. ممتاز. مثل ملاحظة هذه 64 راح تسوي معها نفس الخطوات اللي هنا. طبعا بتروح تنقص 64 عفوا بتقول لوج 64 لوج بيس 2 64 راح يعطيك عدد راح تطلع من 32 راح يعطيك سبنت ماسك. نفس الكلام الفيرست ادرس راح تكمل من هنا. ممتاز. انت وقفت هنا عند 127 صح؟ راح تجمع 64 عفوا راح تكمل من 128 هو الفيرست ادرس للسب بلوك هذا. فيرست ادرس اللي هو 2 1 2 1 1 128 وراح تجمع عليه 64 وتنقص 1 بالاسلوب هذا راح يعطيك 191. وعلى نفس الاسلوب تكمل باقي شو اسمه باقي الحل. طبعا اخر ثنتين لو تلاحظ ان السبنت ماسك نفس العدد. ليه؟ لانه هنا 20 هنا 18. 20 لما تقربها لاقرب عدد كم؟ 32. 18 نفس الكلام 32. فما في مشكله انهم يكونون سوا في نفس السبنت ماسك. لكن في حال انك وصلت هنا في الادرس اللي هنا في حال انك وصلت الادرس اللي هنا 255 ما ينفع انك تكمل تحط رقم فوق ال 255. لا هنا راح تزيد واحد هنا في الخانة هذه هنا راح تزيد واحد راح يصير 2 وتكمل عاد تبدأ من الصفر في حال ان هذا كان 255. اما في الحالة هذه لا عادي تكمل ويمديك تسوي له كفر ما في مشكلة.